ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فضيحة ممرضات في التيك توك. انتشر فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت من خلاله ممرضات رفقة إطار طبي في بث مباشر على التيك توك وهن بلباس الممرضات. وبحسب النشطاء فإن الفيديو صور داخل وحدة استشفائية وتطرقت الممرضات لمواضيع تافهة وغير أخلاقية. هذا وفور تداول الفيديو عبر النشطاء عن استيائهم الشديد لمثل هذه الممارسات مطالبين بفتح تحقيق حول النازلة من أجل معرفة هل الأمر يتعلق بمؤسسة استشفائية عمومية، في حين طالب نشطاء آخرون بضرورة احترام الوزارة الطبية وعدم الخلط بين العمل والحياة الشخصية وعلى ضرورة احترام المهنة الطب النبيلة. السمين توصل معايا افاتي يعطيها من هنا فاش خدامات تدخلوا عندي غير دكتورة كيف الحمد لله يا سهلات تحياتي لكم من فاس